السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حلقة أخرى من برنامج توضيح، واليوم سنوضح بعض الأشياء يعني حول يعني هي تتعلق بالأغذية وكذلك بمواد التجميل عليهم عموما. فهذه بعض الجزيئات التي تكون خطيرة على الجسم، ونوضح مشكل التستوستيرون، انخفاض التستوستيرون عند الرجال. وعليا النظام الهرموني ككل والنظام الأندوكريني، لأن هناك مخربات يعني بعض الجزيئات الكيماوية التي تخرب النظام الأندوكريني ككل. يعني وهذا النظام الأندوكريني تدخل فيه الغدة الدرقية ويدخل فيه الهرمونات كثيرة، ولكن من جملة جميع الغدد. لكن يعني الملاحظ أن بعض الأبحاث يعني ليست كثيرة، لكن هناك أبحاث أجريت على مشكلة انخفاض التستوستيرون، وكذلك لدينا استقراءات مثلا للأسف الشديد في المغرب أن هناك انخفاض في التستوستيرون عند الرجال. إذا كان المشكل الآن ليس كما كان من قبل، إذا كان هناك مرض في أي بلد فسيكون في البلدان الأخرى كلها. لماذا؟ لأن بحكم الاستهلاك الآن وبحكم المنتوجات والسوق الدولية أن العالم أصبح قرية صغيرة، وبحكم الاستيراد والتصدير فما يستهلك في أمريكا يستهلك في بلدان المغرب ويستهلك في بلدان الخليج، وما يستهلك في بلدان أوروبا يستهلك في بلدان آسيوية. يبقى نمط العيش الشخصي أو يبقى فن الطبخ، أو يعني هذا هو اللي يبقى مختلف. يعني إذا كنا نحن نطهي البطاطس مع 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 المرق، والأوروبيين يشوون البطاطس في اللحم، هذا هو الفرق. ثم هي بطاطس بطاطس كيف ما كان حاليا نستهلكه، ولكن طهي البطاطس في مع المرق ليس هو شيء البطاطس في الزيت، فهناك فرق كبير لأن بينهما 5 مسرطنات. التستوستيرون انخفض لماذا؟ لأن مع الأسف الشديد أن هذه هناك أشياء هي كوزميتيك، أشياء يعني تكون في مواد التجميل أكثر، أو تنظيف مواد التنظيف من مواد التجميل أكثر ما تكون في المواد الغذائية. وهنا هناك اتصال، لأن تتصل هذه المواد كيف ما كان الحال فهي تمر إلى الجسم. وقد لاحظنا كذلك علاقة جرثومة المعدة الهيليكوباكتير بايلوري، هذه الهيليكوباكتير جرثومة يعني صعود جرثومة المعدة عند الناس وانخفاض التستوستيرون يعني يشترك في بعض المواد التي ربما تستقر في المعدة، منها الفلورايد، هذه يعني هذه معجون الأسنان الذي يحتوي على الفلورايد. هناك الآن أصبح بعض الأنواع الآن فلورايد فري، أصبحت يعني الآن ماركات تباع معجون الأسنان بدون فلورايد. والفلورايد ليس في معجون الأسنان فقط، فكان حتى في المياه كذلك، وكان يعني حتى في جميع الألبسة مثلا، و الألبسة وحتى الأشياء التي تلبس يعني الأحذية مثلا، الأحذية الرياضية هذه الأحذية الغالية الثمن هي اللي فيها الفلورايد مع الأسف الشديد هذا. ثم جميع الألبسة التي لا تترك الماء ينفذ، هذه الواتر بروف، الأشياء التي لا تترك الماء ينفذ فهي معالجة بالفلورايد، يعني مكون الفلورايد. ويعني هناك يعني اتصال هذه الأشياء بالجسم طبعا مع يعني فهي تتصل بالجسم كيف ما كان الحال. فهناك الفلورايد الصوديوم، فلورايد صوديوم الذي يوجد يعني في مواد التنظيف اللي منها معجون الأسنان مع الأسف الشديد، قد يوجد في بعض المنظفات الأخرى، يوجد فلورايد كذلك موجود في المياه كما قلت، يوجد في بعض المواد الأخرى، المواد الغذائية، الألبسة، الأفرشة كذلك التي تعالج بهذا الفلورايد. ثم البارابين، هذه مكون البارابين تكلمنا عنه، عن مكون البارابين يعني في الكوزميتيك تكلمنا عنه، وهذا طبعا كذلك من مخربات، هذه من المخربات التي يعني تكون في المخربات التستوستيرون هذا البارابين. وكذلك البيسفينول أ، بيسفينول أي، هذا بي بي أي، هذا الموجود في البلاستيك والفطاليت. البيسفينول والفطاليت هادو يعني كنسميهم هنا الهرمون ديستربترز، هادو الاندوكرينيان سيستم ديستربترز، هادو اللي كيخربوا النظام الاندوكريني، هرمونات مع الاسف الشديد. فهذا انخفاض التستوستيرون عند الرجال هو يعني ان حتى القوه عند الرجل يعني تنهار تماما، يعني ان التستوستيرون هو الذي يعطي قوة للجسم وهو الذي يعطي كل شيء للجسم. إذا انخفض التستوستيرون تنخفض كذلك الخصوبة عند الرجال، تنخفض الخصوبة وينخفض كل شيء مع الأسف الشديد، يعني حتى يعني الخلايا يعني هذه الذكرية تنخفض يعني بشكل ملحوظ جدا جدا جدا. ويعني ظهور سندروم، هذا ظهور هذه التثليت الصبغي والسندرومات الأخرى، ليس التثليت الصبغي فقط، يعني لكن باتون سندروم، كاين كري دو شا، كاين بيل داون، كاين بيل فلتر، كاين اشياء، هذه السندرومات كثيره على مستوى الكروموزومات، تخريب على مستوى الكروموزومات. وظهور تثليت الصبغي هو يتسبب فيه يعني مشكل هذه البلاستيك يعني البيسفينول،
أو التشوهات الخلقية. بعد التشوهات الخلقية عند الأطفال التي تأتي من الرجال، تكون الخلايا الذكرية تكون مشوهة، ثم تعطي طبعا شيء يعني خطير جدا، لا يمكن أن يكون يعني هذا الطفل بدون نقص يعني في جسمه. الأشياء التي تخرب هذه التستوستيرون، التي تخرب يعني هذا النظام الأندوكريني أو التستوستيرون، يعني يتخفض التستوستيرون، ما الفلورايد والبارابين والبيسفينول والفتاليت، يعني هذه المكونات هي مع الأسف تكون كما قلت في الأحذية والألبسة التي لا تترك الماء ينفذ، وهي الآن التي ترتديها الأطفال، وتكون في بعض المرات في الثياب الداخلية سانتيتيك، يعني كان بعض الثياب الداخلية التي ليست من القطن ممكن يكون فيها هذه الأشياء هذه. ثم يعني الثلاث أشياء التي تجمع هذه المكونات هي مش ثلاث أشياء، هي كل يعني الكوسميتيك الآن كله يعني متهم، لكن هذا الشيفين فوم، هذه يعني هذه الأشياء التي يحلق بها الرجال يعني اللحى، ثم الديودورانت هذا المزيل الروائح، هذا مزيل الروائح، وكذلك يعني الشامبو، الشامبو مزيل الروائح، هو يعني هذه مواد الحلاقه هذه التي تستعمل لحلاقه الوجه. كثير لوشن، كاين بعض الاشياء النساء التي تعملها على الجسم كذلك يكون فيها هذه يعني الفلورايد، هو المشكل، والبي اف او هو البيرفلورايد اوكتانيك اسيد، بيرفلورايد اوكتانيك اسيد هو اللي مشكل، هو اللي كان حدث مشكل يعني في الدول الامريكيه والاوروبيه، هناك جمعيات مستهلك اللي قامت ضد هذا البفوا بي اف او اي، هذا البيرفلورايد اوكتانيك اسيد هو اللي مشكل، هو اللي تعالج به يعني هذه الالبسه، وهو يعني هو الفلايم يعني كي ضد الحريق، يعني يستعمل في بعض المواد لكي لا تصاب بمثل، ولكن لكي يعطل الحريق باش ما يشتعلش، النار تشتعل يعني بقوه وبسرعه، مثلا في مواد بلاستيك، مواد كثيره كا يستعمل فيها هذا، لانه هو يعني كابح لهذه الاشتعالات في بعض المواد. يعني كنا يعني حذرنا النساء على الاقل اللي عندهم مشكل حاصل، النساء اللي مازال بصحه جيده نبهوهم، ولكن نؤكد على النساء على الخصوص اللي عندهم مشكل على مستوى الغده الدرقيه، فيجب ان يتجنبن ما امكن المواد الكوسميتيك، او ان على الاقل على المراه ان تقرا هذه البيانات التي مكتوبه على هذه مواد التجميل، بيانات مكتوبه على مواد التجميل الان ولا الشبكه العنكبوتيه، يعني شوف واش ما فيهاش بارابين، يعني البارابين مشكل كبير دابا الان، ولكن بداو الشركات كينقصوا من البارابين، كاين شركات ما كيستعملوش بارابين لا شيء، ان كاين تقنين، هناك تقنين، فيشوفوا الفلورايد، يشوفوا البارابين، يشوفوا الاشياء هذه البلاستيك، يشوفوا هذا المشكل ديال الفلورايد الى اخره، ولازم يعني الفتلايت كذلك، انا يعني ما يمكنش يكون عليه منتوجات البلاستيك، لا يمكن ان تكون بدون فتلايت، بذلك معدات المستشفيات حتى البلاستيك التي يستعمل مثلا الترانسفيوجن، هذا حقن الدم او اشياء هذه، كل هذه اشياء بلاستيك، فيه فتلايت، فيه اشياء خطيره، يعني مع الاسف لما كنا نقوم نحن بالبحث العلمي في البكتيريولوجي، يعني في علم الجراثيم، كنا نستعمل هادو تيوبس، هادو يعني بعض قارورات من البلاستيك، وكنا يعني نجد ان الشاهد والتجربه والشاهد نفس النتائج، فكنا يعني نكاد نجن بهذه الاشياء، ففي الاخير تبين على ان المواد البلاستيكيه التي كنا نعمل بها في المختبر كان عندها كذلك انيبيشن، كان عندها كذلك نفس المفعول بالاشياء التي نريد دراستها. عاد يعني بدانا نعمل ابحاث في البيريكس، يعني في الزجاج المختبر، هو زجاج البيريكس هذا زجاج مختبر خاص بالمختبرات، وظهر ان النتائج تحسنت كثير، ومن ثم يعني علمنا ان هذا المشكل البلاستيك هو مشكل كبير، فتلايت والبيسفينول هذا ما يمكنش يكون بلاستيك بدون في بيسفينول، وما يكونش يكون بلاستيك بدون فتلايت، لا يمكن. نعم هو بلاستيك غذائي، يكتبون عليه فود بلاستيك ولا بلاستيك اليمونتير بالفرنسيه، ولكن ليس هناك بلاستيك بدون هذه المكونات، لان صناعه البلاستيك هي صناعه بلاستيك، ممكن يكون في اقل، نعم ممكن يكون قليل شيء، نعم ولكن لا يمكن ان لا يكون، لا يمكن. وهذه الاشياء يجب ان يعلمها الناس، نحن نوضح هذه الاشياء فقط، نحن نوضح للناس، لان هناك من يعني ليس لديه اي معلومه حول هذا المشكل الكوسميتيك، وحول المكونات التي قد تكون في الكوسميتيك وتكون في الاغذيه، يعني فهي يعني تكون بين الاثنين، يعني فهي تلوث كذلك الاغذيه،
وأن الناس الذين يغسلون أسنانهم يعني مرتين وثلاث مرات في اليوم بالفليورايد، ففي الأخير هي يقول من أين أتاني المرض، ثم يبحث يعني يمين وشمال، وهو يدخل المرض من فمه لنفسه وبماله. وثلاث مرات في اليوم إن شاء الله يجب أن تكون لدى الناس ثقافة. الآن نحن نعيش في التكنولوجيا الحديثة وفي عصر العلوم إلى آخره، ومع ذلك لا زال هناك تعتيم وجهل بكثير من الأشياء. يجب أن يعلم الشخص أي شيء يستعمله في منزله. لا يمكن أن نستعمل شيء لأننا رأيناه مثلا في التلفاز أو في إشهار أو في إشاعات. يجب أن تكون لدى الشخص معلومة هو بنفسه يقوم بتحري المعلومة وبالبحث عن المعلومة. هذا هو التوضيح الذي نريد أن نعلمه للناس إن شاء الله، لأن كل شيء ممكن مع الهواتف الذكية ومع التكنولوجيا ومع مواقع يعني البنوك العلمية إلى آخره، وهذه المواقع على الإنترنت التي تنشر هذه المعلومات. ولكن لما شخص يذهب إلى موقع ما، فيجب أن أول معلومة لما يريد أن يستقي معلومات من الشبكة العنكبوتية، أولا ينظر الموقع الذي دخل إليه هل هو موقع تجاري أم لا. إن إذا كان موقع تجاري فسيشكر له المادة ويعظمها ويجعلها يعني تحيي الموتى. فيجب أن ينظر الموقع هل هو علمي أو موقع تجاري. إذا كان موقع تجاري فلا يمكن أن تكون فيه معلومات يعني الذي يريدها.